سيليوم. توصلت المعارضة الكينية ورئيس كيباكي إلى اتفاق على خطط مشتركة لإنهاء أعمال العنف التي تعصف بالبلاد منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة. منعطف جديد تعرفه الأزمة الكينية، خطة من 4 بنود وقعتها أطراف النزاع، فيما وصل بان كي مون لنيروبي حيث دعا إلى الكف فورا عن أعمال العنف. الأزمة في كينيا يجب أن تتوقف، هذا غير معقول، لا بد من الكف فورا عن أعمال العنف التي أودت بحياة أكثر من 800 شخص منذ بدء الأزمة. التحرك الفوري لوقف أعمال العنف تمثل خلاصة الجهود الدولية والإفريقية التي قادها كل من الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان والأمين العام الحالي بان كي مون لإنهاء الأزمة في كينيا. أطراف الأزمة في البلاد المعارضة والحكم اتفقوا على وقف نزيف الدم الكيني، مناقشة تصحيح الإطار الدستوري والقانوني والمؤسسات للبلاد، عدم استخدام الشرطة للرصاص الحي في حالات غير مبررة، والحق في تنظيم تجمعات سلمية على أن يتلقى النازحون المساعدة والحماية لتمكينهم من العودة إلى منازلهم. الأطراف اتفقوا على تنفيذ الخطة في بنودها 3 المتبقية في ظرف 2 أسبوع، تبدأ من تاريخ انطلاق الحوار رسميا في 28 من الشهر الماضي. مواقف إيجابية وتصريحات مطمئنة، لكن واقع الحال يفند ذلك. أعمال العنف ما زالت مستمرة، كنيسة أحرقت بكاملها غرب منطقة إلدوريت، والشرطة تقول إن 30 منزلا أحرقت في مدينة كابسافيت عقب إحراق 56 منزلا أيضا في منطقتي بورابو وبوريتي. وبين كلام الساسة والوسطاء وواقع الحال الكيني تكمن القضية. محمد نبيل، روسيا اليوم.